السلام عليكم شباب، نبدأ اليوم المحاضرة مالتنا بالجزء الثالث من الدبل سايد باند لارج كارير. الدبل سايد باند لارج كارير، وين تذكرون احنا قلنا الكونديشن مال ديموجوليشن عندي انه لازم يتحقق الشرط انه الاي هو اكبر او تساوي الاي هي اكبر او تساوي minimum value of the information signal absolute value. هذا هو الكونديشن حتى يصير عندنا modulation. هذا هو الامبليتيود مالت الكارير، وهذا هو information signal، وهذا الابسوليوت فاليو مال minimum value of the information مال information signal. يعني على سبيل المثال اذا كنت حاط information signal بهذا الشكل، هذا مثلا 3، هذا طبعا information signal بالtime domain، time domain، وهذا ناقصا اثنين في minimum value مالته، ناقص اثنين absolute مالته اثنين، في الاي يجب ان يكون اكبر او يساوي اثنين. شوف هذا هو رسم للانفورميشن، هذا هنا هو رسم للانفورميشن سيجنال، هنا عندي رسم للانفورميشن سيجنال، وعندي حالتين. الحالة الأولى عندما تكون الأي أكبر من minimum value of the information signal، شوف هذه تشفت إلى الأعلى وإلى الأسفل بمقدار الأي، ومن ثم بداخلها يصير الكارير، وبداخل هذا الشيب يصير عندي ايش؟ يصير عندي الكارير. فمن الدخل على ديموجوليتر شنو اللي راح يصير عندي من دخله؟ الجزء السالب راح يروح بواسطة دايود، وبعدين يدخل لو باس فلتر يطلع لي هذا الشيب، هذا الشيب. بعدين الغي دي سي component ويرجع لي للانفورميشن سيجنال الأصلية، يرجع للانفورميشن الأصلية. لكن إذا كانت قيمة A هي أصغر من minimum value of the information signal، فراح إيش راح يصير بيه؟ راح يصير overlapping، راح يصير overlapping، وهذا يسحول over modulation، راح يصير overlapping. فأني من أدخل على دايود وأشيل الجزء السالب وأدخل على low pass filter يطلع لي هذا الشيب. فحتى إذا أدخل على series capacitor حتى ألغي الشفت، هذه الشفت، لكن هذه بعد ما راح ترجع تشبه للinformation الأصلية، للinformation الأصلية. فيجب أن هذا الكونديشن يجب أن يتحقق حتى يولد لي، حتى أقدر أولد إشارة، حتى أولد إشارة. طبعا عندما تكون قيمة A عالية، فأني الكارير هي الجيمة الكارير المضاف، فبالتالي راح تصير عندي ترانسميتد باور لصز كلش هواي. كل ما زادت قيمة A فراح تصير لصز عندي أعلى شيء. أول شيء عندما تكون A تساوي الـ minimum value of the information signal، هذه أحسن حالة، أقل لصز اللي ممكن تصير عندي. أكفت شيء اسم modulation index احنا حكينا بيه. المرات نقول مثلا الموجوليشن اندكس تساوي 1 على اي، هذا اذا فارضين بانه يعني يونيتي جين انفورميشن سيجنال. طبعا في جنرال سبيكينج الام تساوي الموجوليشن اندكس يساوي بيك دبل سايد باند سبرس كارير amplitude
على الكارير امبليتيود، على البيك، بيك كارير امبليتيود، كارير امبليتيود يعني الاي، هو الامبليتيود هو هذا الاي، هذا هو الاي، هذا هو الاي. ففي الام يجب ان تكون عكس الاي، يجب ان تكون اصغر او يساوي الواحد، ها، حتى اقدر اسوي ريكفرنج للسيجنال. اما في حاله الام صارت اكبر من واحد، فهذا ما يطلق عليه بالاوفر موجوليشن، هذا ما يطلق عليه بالاوفر موجوليشن. زين، هذا عندنا رسم، شوفون هنا هذا هو الانفورميشن سيجنال، فارضين بين شكلها بهذا الشيء، وهذا هو الكارير، وهذا هي الدبل سايد باند سبرس كارير سيجنال، هذه هي دبل سايد باند سبرس كارير سيجنال. هنا عندي الاي ام سيجنال، هنا دبل سايد باند سبرس كارير، هنا دبل سايد باند لارج كارير، دبل سايد باند لارج كارير، دبل سايد باند لارج. لكن كل مره الموجوليشن اندكس الى قيمه، هنا الحاله الطبيعيه ان الموجوليشن اندكس اقل من واحد، فطبعا حاله ممتازه، اني اقدر اشيل من داخله، اشيل الجزء الموجب عن طريق الدايود، بعدين اسوي لو باس فلتر، اخذ الشيب واسمه انفلوب ديتكتور، اخذ الانفلوب مالت السيجنال، زين، وسيريس كاباسيتر امحي الدي سي شيفت اللي صارت عندي، ترجع ايش؟ ترجع لاوريجينال انفورميشن سيجنال، ترجع لاوريجينال انفورميشن سيجنال. الحالة الثانية هي ان تكون قيمة ام واحد، اذا كانت ام تساوينا واحد، بعدها طبعا افضل شيء ان تكون قيمة ام واحد، فايضا تاخذ الجزء السالب يروح، وترجع الاشارة نفسها، ترجع الاشارة نفسها بعد ما ادخلها على الباس فلتر. هنا أنا في حالة ام تساوينا اكبر من واحد، وهذا حالة الاوفر موجوليشن، راح تصير شيفتينج، يعني الإشارة اللي راح استلمها ما راح تشبه الإشارة الأصلية اللي أصلا كانت سالسة. فدائما يجنبون حالة الأوفر موجريشن، يجنبون حالة الأوفر موجريشن. هسه نتطرق إلى موضوع الباور. طبعا إحنا أخذنا وشرحنا موضوع الباور، وقلنا طرقنا لهذا وشفنا استقاقها، انه الترانسميتد باور هي نصف اي سكوير زائد النصف انفورميشن سيجنال المين سكوير فاليو مالتها. وش قلنا لكم؟ هذا الترانسميتد باور توتال ترانسميتد باور، هذا هو الكارير باور، هذا هو السيجنال، هذا هو السيجنال باور. يعني كأنه الترانسميتد باور تساوي الكارير باور، تساوي الكارير باور زائد السيجنال باور. اكو شيء ما طرقنا له بالمحاضرات السابقه، هو الافشنسي، الافشنسي اللي هي عادة نسوينا signal power عليه من على transmitted power. فطبعا في هاي الحالة signal power مثل ما قلنا لكم هي نصف square هالشكل، وال transmitted power نصف a square زائد النصف square هالشكل. نقدر نلغي النصف من البسط والمقام، نلغي النصف من البسط والمقام، فتطلع لنا الشكل بهذا الشكل، سكوير على اي سكوير
زائد كل تربيع. هذا هو الإفشنسي، وعادة يقاس الإفشنسي ينضرب في 100 قسم بيرسنت، عادة ينحسب بالبيرسنت. فأنت مطلع لك 0.2 0.1 0.4، فقول يا مثلا 0.4 يعني 40%، 0.2 يعني 20%، وهكذا. هنا يجي على السؤال يعني معتبره كإكزامبل، وبالحقيقة اشتقاق example من محاضرات آخر محاضرة لكم إياها. إيش قايل لك؟ derive an expression for the efficiency for double side band large carrier signal if the information signal is sinusoidal. فهنا هو شنو فارض لك information signal هي إيش؟ هي sinusoidal أصلاً. فأنت بالبداية نقول يا أبا let f of t equals cosine omega mt. فبهاي الحالة الموجوليتد سيجنال هي بهذا الشكل m cosine omega mt. الكل هو cosine omega c. فمن اريد احسب المين سكوير فاليو او اللي هي ترانسميتد باور في حالة الانفورميشن سيجنال ساينوسويدال، احنا قلنا المين سكوير فاليو اوف ذا موديليتد سيجنال هي ترانسميتد، فاي تولد نصف اي سكوير زائد ربع ام سكوير اي سكوير. طبعا تتذكرون تتذكروا هذا الاشتقاق بعدين اللي راح يفيدنا بحل المثال اللي راح نحله بعد شوية. فالإفشنسي احنا ايش قلنا؟ سيجنال باور اللي هي هذه على يمين على التوتال باور اللي هي هذه. فطبعا اقدر اشيل لاي سكوير من البسط والمقام، اقدر اشيل اي سكوير من البسط والمقام، هذا انشاء الاي سكوير، وينضرب في 4 البسط والمقام، فدي ولد لي ام سكوير على 2 زائد ام سكوير. هاي المعادله مالت الافشنسي لازم تنحفظ وتحفظ اشتقاقها، وتعرف انه هاي في حالة انه الانفورميشن سيجنال هي شبيهة هي ساينوسويدال، الانفورميشن سيجنال هي شبيهة هي ساينوسويدال. زين هسه راح نحل اكو مثال صفحة رقم 3 اللي دزيت لكم اياها. شو يقول؟ A given AM broadcasting station transmits energy carrier power output of 40 kilowatt and uses a modulation index of 0.707 for sine wave modulation. مطيق sine wave modulation يعني اقدر استخدم المعادلة الخضراء اللي امامنا، واقدر استخدم حتى الاشتقاقات لانه هذا راح يفيدنا. فالcalculate a the total average power output، بعدين B the transmission efficiency and C the peak amplitude of the output if the antenna is represented by a 50 ohm resistive load. هسه نجي على step by step، نجي على أول مطلب. إيش رايد هو total average power output. total power احنا نعرف total power total power شو تساوينا؟ تساوينا الكارير باور زائد السيجنال باور. الكارير باور هو مطلق اياها. بقى تشوف لو نرجع على المعادلة هاي فوق، انا ما مسحت لان استفاد منها.
كأنه سيجنال باور تساوي 4 سيجنال باور تساوي 4 ام سكوير في اي سكوير. بتعبير اخر شوي انتبه عليه، السيجنال باور شو تساوي؟ السيجنال باور شو تساوي؟ تساوي نصف ام سكوير في نصف اي سكوير. وهذا اللي هو شنو؟ هذا هو الكارير باور المنطقية. فأني أقدر أقول يا التوتال باور تساوي الكارير باور زائد السيجنال باور اللي هي تساوي نصف ام سكوير في الكارير باور. يعني وشو تساوي هاي؟ تساوي الكارير طلع خارج قوس 1 زائد نصف ام سكوير، والام سكوير تساوي نصف، فتطلع كارير باور في 1 زائد ربع اللي هي تطلع 50 كيلو واط. 50 كيلو واط. المطلب الثاني الافشنسي، ببساطة استخدم هاي المعادلة، ببساطة استخدم هاي المعادلة. بقول يا بال افشنسي تساوي ان ام سكوير اوفر 2 بلس ام سكوير، والام سكوير هي نصف 2 زائد نصف، نضرب في 2 بس والمقام راح يطلع لي 0.2. بتعبير اخر الافشنسي 20%. شوف ايش قد عندك خسارة، الافشنسي ايش قد كلش قليل، كلش قليل. المطلب الآخر هو ايش رايد من عندي احسب للاي، احسب للاي. بس اريدك تنتبه، احنا قلنا الكارير باور تساوي اي سكوير اوفر 2، لكن هذا الكلام كان فور يونيتي. شنو فور يونيتي؟ ريزيستيف لود. لكن هالمره معطيك ريزيستيف لود، فاحنا نعرف ان الباور تساوي لنا في سكوير اوفر ار، فهذا نعتبره الفي هي الموجوليتي سيجنال، اللي نحكي كانه بالفولت، فصير في سكوير اوفر شنو؟ اوفر ار. فالاي سكوير هنا او الاي تساوي روت 2 ار بي، وعوض قيمها تطلع لي 2 كيلو فولت. طبعا هذا انا دا احكي هنا افريج باور، هذا الباور هو افريج باور، فبالتالي البيك هنا افريج، فالماكسيمم بيك اوف ذا كارير هي بالحقيقه 1 بلس ام الكل اي افريج، واللي تطلع لي 3.414 كيلو فولت. شوف ايش قد اللوسز عندي كبيرة، شوف ايش قد اللوسز عندي كبيرة. يعني لنهاية كلها تعتبر ايش؟ كلها تعتبر لوسز. فهنا حكينا على الموجوليشن اندكس والإفشنسي، هسه نحكي على how to generate a double side band last carrier signal. how to generate، طبعا انتبه شوي علي، اكو هنا comparison ما بين double side band sub carrier last carrier، هذه اثناء يعني اصلحها اكو بيها، اعتقد هاي بخططية الطالب شوي غلطان بعض الشغلات، هاي بعدين نتطرق لها وانا ارد لكم اياها او اشرح لكم اياها بشكل وافي اثناء المحاضره. هسه بقت عندنا how to generate a double side band last carrier signal. طبعا يعني احنا البلوك دايجرام ماخذين كل شيء، البلوك دايجرام اللي احنا نعرفه كل زين كل سيكل، هذه هي الانفورميشن سيجنال، اضربها بمن
أضربه بالكارير، بعدين أحط له جين اللي هو أي هنا، وأرجع أجمعها مع هاي الإشارة. هاي صار عندي هذا كذا كذا رمز الأنتنة هذا البث، فصار عندي موجوليتد سيجنال نوعها دبل سايد باند لارج كارير أو نسميه أي إم سيجنال. هذا هو البلوك دايجرام مال أي إم ترانسميتر. هذا هو البلوك دايجرام مال الاي ام الترانسميتر. هسه نحكي على الشوبر موجوليتر. هسه نحكي عليه من على الشوبر موجوليتر. طبعا احنا شرحنا هذا الموضوع كفايه بالدبل سايد باند سبرس كارير، الدبل باند سبرس كارير، فما راح نرجع نشرح بالتفصيل هوايه، ما راح نرجع نشرح بالتفصيل هوايه. هذا هو هاي هي الانفورميشن سيجنال. هذه هي الانفورميشن سيجنال. هاي الانفورميشن سيجنال تنجمع معها الكارير، ومن ثم يدخل على ماجنتيك سويتش. ماجنتيك سويتش يعني هذا الشكل 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 يسوي تقطيع بالسيجنال، اللي هو تذكرون من حسين على البريودك سيجنال، من دخل على البريودك سيجنال شي يصير، وكنا ابسط نوع من انواع البريودك سيجنال هو 0 and 1 الاون اوف باستخدام سويتش. هذه الطريقه هي الشابر موجوليتر. هذا هو الشابر موجوليتر. شوبر موجوليتر طبعا مستخدمين ماجنتيك سويتش، مستخدمين ماجنتيك سويتش. فبالجزء الموجب من الكوساين هذا يصير شورت سيركت، هذا يصير شورت سيركت. بالجزء السالب من الكوساين، من هاي الكوساين هذا راح يصير اوبن سيركت، والتيار اللي راح يصير التيار راح يدخل يصير صفر، التيار راح يصير صفر، وبالتالي الفولتير راح يصير صفر. فانت عندك دي يصير تقطيع هنا. طبعا عندك باند باس فلتر، شوي ركز وياي. هذا باند باس فلتر السنتر فريكوانسي مالته اوميجا سي، والباندوث مالته هو اوميجا ام، او اذا شنو بدنا نحكي بيما اذا بدنا بالاوميجا، اذا نريد نحكي بالاف نقول السنتر فريكونسي مالته اف سب سي، والباندوث مالته 2 اف سب ام. زين، بس اراويكم فد رسم، يعني هو بي شوي شرح على هذا الموضوع، بي شرح على هذا الموضوع. ممكن اشرح لكم اياه على السريع، لانه هذا فرقنا له كل شويه بالدبل سايد باند لارج كارير، طرقنا له كل شوية بالدبل سايد باند لارج كارير. شوف انتبه عليه. هذا خلي صغره حتى شوف هنا انتبه شنو عندك. عندك الانفورميشن سيجنال مجموعة مع كي كوساين اوميجا سي تي، فهذا السبكترم مال كي كوساين اوميجا سي تي، كي باي بدلتا اوميجا سي، دلتا اوميجا ماينس اوميجا سي، وهذا هو السبكترم مانجمنت مال انفورميشن سيجنال. فانا داخذ السبكترم هنا، داخذ السبكترم مال، شوف هذا او السبكترم مانجمنت مال انفورميشن سيجنال مجموعه مع كي كوساين اوميجا تي، كي كوساين اوميجا سي تي، دخلن على يمين، دخلن على دايود يطفي ويعلق بسرعة، فصير سبكترم مالته هذا بهالشكل. حاصل ضربهم يكون سبكترم بهالشكل. اللي ما يفتهم كل زين لازم يراجع فوريير ترانسفورم. حاصل ضربهم يكون هذا الشكل.
فادخل عليه من على باند باس فلتر سنتر فريكوانسي مالته اوميجا سي والعرض مالته 2 اوميجا ام. هذا ادخله على باند باس فلتر جزء الايمن السنتر فريكوانسي مالته اوميجا سي والعرض مالته 2 اوميجا ام. هذا 2 اوميجا ام والسنتر فريكوانسي مالته اوميجا سي. فراح شنو راح يعبر لي؟ راح ايش راح يعبر لي؟ ذني الاشارتين اللي هن عباره عن ايش؟ عن دبل سايد باند لارج كارير، عن دبل سايد باند لارج كارير. اكو دار ثانيه مال دبل سايد باند موديليتر هي باستخدام لينير اليمنت، باستخدام النون لينير اليمنت. هذه هي دائرة باستخدام نون لينير اليمنت. فعندك انفورميشن سيجنال مجموعة مع كي كوسان اوميجا سي داخلة على نون، هذا هو عبارة عن نون لينير اليمنت دايود على سبيل المثال. كل لازم طبعا يعمل بمنطقة معينة حتى يشتغل از نون لينير اليمنت. فالتيار تساوي ان اي 1 في اي 1 2 زائد اي 2 في الاي 1 الكل سكوير، والاي 1 هي بالحقيقه حاصل جمع انفورميشن سيجنال مع منو؟ مع الكي كوساين اوميجا سي تي. ذني راح يدخلن في الار، هاي راح نضربها على التيار، راح يدخل هنا في نضرب بالار، هذا كل الجزء ينضرب بالار، نضرب بالار فصير الفولتية اللي داخلة عيناً على الباند باس فلتر. الفولتية اللي داخلة على الباند باس فلتر هي ار افتح قوس اي 1 في الاف اوف تي زائد اي 1 في كي كوساين اوميجا سي تي. هذا اول جزء. زائد الجزء الثاني اللي هو اي 2 في الاف اف اوف تي سكوير زائد 2 A2 F of T في كوساين أوميجا سي تي، أكو كي هنا في الكي، زائد مربع الثاني اللي هو كي سكوير كوساين سكوير أوميجا سي تي. طبعا هذا كلام ما موجود بالمحاضرة. سد القوس كله مضروب في R. هسه هنا شنو هذا التيرم كله؟ هذا التيرم كله دخل عليه من؟ دخل على من؟ هذا التيرم دخل على الباند باس فلتر. دخل فهذا جزء راح يروح، هذا الجزء يعبر، هذا الجزء يروح، هذا الجزء يعبر، وهذا الجزء يروح. فاللي بقى يعني في اوتبوت الفولتية اللي هنا في الفي اوتبوت اللي تمثل لي ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي شوف شنو الجزء البقى اي 1 في الار في الكي كوساين اوميجا سي تي زائد هذا الجزء 2 اي 2 كي ار اف اوف تي في كوساين اوميجا سي تي. وهذه هي دبل سايد باند سبرس كارير، هذا الكارير وهاي انفورميشن سيجنال مضروبة بالكارير. طبعا هاي كونستنت، هذا الجزء هي كونستنت، هذا الجزء وهذا الجزء هي كونستنت ما تأثر عليه. فإذا هذه دارة تولدي دبل سايد باند لارج كارير باستخدام النون لينير إليمنت، باستخدام النون لينير إليمنت. أنا ما مشروحها كل شوية بس على سمطي النتيجة.
زين هسه عملية الديموجوليشن. طبعا الديموجوليشن هي مثل ما احنا قلنا كلش سهلة، موضوع الديموجوليشن هذا مثلا خلنا نشرح شوية هذا وننهي محاضرة اليوم. هذا هو الدائرة مال ديموجوليشن، 100 مرة حكينا بيها وشرحناها. هي عبارة عن دايود يدخل على الباس فلتر ويجي وراه سيريس كاباسيتر، يجي وراه سيريس كاباسيتر. فالدايود ايش راح يسوي؟ يرفع الجزء السالب من الإشارة، ولو باس فلتر يسوي سموثينج. والسيريس كاباسيتر يغير الشفت اللي انضاف. انا ضفت شفت بالترانسميتر يلغي ليا، وكان الله يحب المحسنين. وان شاء الله طبعا هنا أنا بس يشرح لك شلون اختيار قيم صحيحه للار والسي. طبعا حقنا الاوميجا كارير 1 اوفر روت ار سي، فايش تختار قيم صحيحه للار والسي بحيث يصير سموثينج، احنا قلنا هذا الموضوع هو شارجنج وديسشارجنج، والى هنا ننهي محاضرة اليوم، وان شاء الله يعني محاضرة سهلة بحيال الله. وشكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نشوفكم على كل خير.